بالمقابل ظهرت في الآونة الأخيرة مواقع إلكترونية كثيرة تعمل على الترويج للسياحة في الجزائر بتقديمها لمجموعة من المعطيات حول الأماكن السياحية وتسهيل الوصول إليها مغتنمة فرصة التطور التكنولوجي والاستعمال الكبير لمواقع التواصل الاجتماعي. العينة مع أحمد محمودي. تطوير قطاع السياحة في أي بلد يحتاج للإشهار والترويج له، ولا يوجد أفضل من الأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي للقيام بذلك. معادلة جعلت هؤلاء الشباب يعملون على ذلك من خلال موقع يزود زائريه بكل المعلومات التي تسمح لهم ببرمجة خرجاتهم. حوس بوان دي زاد من المواقع الأكثر معروفة عند المستخدمين ليزانترنوت الجانيان. بواسطة هذه الأرمادة من الوسائل أنه نعاونوا الأماكن ونعاونوا المناطق والمطاعم والفنادق والمستخدمين الانترنت بالترويج للسياحة الوطنية. نحكموا هذه ليزادغيس، نحوسوا على المابينغ ديالهم باش نعرفوا تما اكزاكتومون وين جايه، باش كي ناطوا لانفورماسيون سيد غير لي زوتيليزاتور غير يكليك عليها عنده اكزاكتومون، عنده ليتينيغير وين يروح اكزاكتومون. تأسيس موقع ليس بالأمر الكافي للترويج السياحي، بل جعله مرتبطا بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من ضرورة، كونها تجعل المعلومة عابرة للقارات. اوني بريزون سور لي ريزو سوسيو. On essaie le maximum de faire connaître le site Hawas.dz. On fait connaître le site Hawas aux gens qui ne savent pas l'utiliser. On leur montre comment y accéder, comment chercher des lieux. في وقت بنت فيها دول جار اقتصادها على القطاع السياحي، تبقى الجزائر ورغم امتلاكها لأضعاف الإمكانيات الطبيعية عاجزة عن مجاراة هذه الدول في عدد السياح. فهل ستنجح مثل هذه المواقع فيما عجز عنه مسؤولو القطاع؟